ونروح مع خبر مع حضراتكم مشاهدي الكرام لخبر مهم جدا، والخبر ده متعلق طبعا بالطقس، ويا ريت حضراتكم تخلوا بالكم قوي منه لان في تغييرات هتكون ملحوظه ومفاجاه في حاله الطقس اليومين اللي جايين. صحيح التغيرات دي حصلت من فتره، من كام يوم، زي مثلا سقوط امطار على المدن الساحليه، ووصلت الامطار دي لحد السيول في جنوب سيناء وبالاخص سانت كاترين. كمان حصل رياح شديده في بعض مناطق الصعيد، واخرها امبارح العاصفه الترابيه والامطار اللي حصلت في جنوب مصر في محافظه اسوان، واغلقت هناك الطريق ما بين ابو سمبل واسوان. المهم النهارده هيئه الارصاد الجويه قالت انه من المتوقع بكره ان شاء الله سقوط امطار غزيره ورياح مثيره للاتربه بالاخص في جنوب الصعيد. من ناحيه ثانيه الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن عن رفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة آثار العاصفة الترابية اللي ضربت محافظة أسوان، وقال إنه أعطى تعليماته لقيادات الوزارة بمتابعة المنشآت الزراعية هناك، وكمان التواصل معاه على مدار الساعة. بالتأكيد أتمنى إن احنا ناخد بالنا كويس جدا من الفترة اللي جاية، التقلبات الجوية اللي بدأت تحصل اليومين اللي فاتوا. علشان نطمئن أكتر على حالة الطقس اسمحوا لنا مشاهدي الكرام بينضم لي عبر الهاتف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. يا أهلا وسهلا بيك يا دكتور أحمد. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. هو الشتاء جاي بدري ولا التغيرات الجوية هي السبب ولا إيه الحكاية؟ لا، هو زي ما احنا قلنا في هيئة الأرصاد الجوية إن الخريف هيدخل بدري السنة دي. هو المفروض 21 سبتمبر يبدا الخريف، لكن كده احنا قلنا انه ظهور السحب المنخفضه والمتوسطه مع نهايه اغسطس والامطار الخفيفه اللي كانت موجوده، فده بيدل على دخول الخريف مبكرا، وده طبعا بعزيز التغيرات المناخيه اللي اثرت على العالم كله ومنها مصر. فاللي حصل النهارده في الجنوب بيدل فعلا على ان الخريف دخل مبكرا، ودي الظواهر بتاعته اللي احنا شايفينها، العاصفه الترابيه ثم الامطار الشديده تستمر معانا اليوم وغدا وبعد غد، يعني لحد يوم الجمعه. يوم الجمعه هتخف الامطار على الجنوب، ولكن هتبدا امطار اخرى على شمال ووسط سيناء. نطمن أكتر ونطمن أهلينا الكرام اللي موجودين بالأخص في أسوان، هل من المتوقع أن الرياح الشديدة اللي حصلت دي ممكن يبقى فيه أمطار غزيرة تصل لحد السيول ولا لأ؟ لا، يكون فيه أمطار شديدة، ولكن إن شاء الله مش هتوصل لحد السيول. يعني مش هتوصل لحد السيول، ده تأكيدا من حضرتك يا فندم، لأن أنا شفت بعيني السيول قبل كده في أسوان، وكانت يعني بتجرف كتير من القرى والمنازل اللي كانت بتبنى في مخرات السيول، فبالتالي ده أمر مهم جدا إن احنا نتوقعه من دلوقتي. لا، احنا ان شاء الله متابعين الخرائط اول باول، ان شاء الله مش هتوصل لحد السيول ان شاء الله. طيب نطمن اكتر على الرياح والامطار اللي موجوده في جنوب سيناء، احنا كان في سيول في اليومين اللي فاتوا في سانت كاترين. هي ما كانتش سيول، يعني كانت بس طبعا انت عارف في المناطق الجبليه اي شويه مطر بينزلوا شويه مطر على الجبل فبينزل كانه سيل، لكن هي الامطار ما كانتش كتيره لدرجه انها تعمل سيل، لكن كانت في امطار ونزلت من على الجبل، مطر شخص بيسيل النهائي لانها مش كميه كبيره خالص. لكن عامه يعني من المنتظر ان يوم الجمعه اكون في امطار متوسطه، امطار متوسطه على شمال ووسط سيناء. هي دي يا فندم يعني سببها الرياح الجنوبيه الشرقيه؟ احنا عارفين طبعا ان الامطار اللي بتجي لنا من الشمال من البحر المتوسط دي امطار بتيجي بسبب الرياح الغربيه الجنوبيه الغربيه، هل دي جنوبيه شرقيه او شماليه الغربيه قصدي؟ تاثير منخفض السودان الموسمي دون اللي هو بيبقى بيميز الخريف في مصر دايما، وبيميز السيول في مصر ان بتبقى دايما بسبب منخفض السودان الموسمي اللي بيعمل على شكل الفي المقلوبه. طبعا كل ملو قبله هو بيبقى جايب معاه حراره ورطوبه، لما بيقابلوا في طبقات الجو العليا هواء بارد طبعا على طول بيعمل امطار شديده، لكن الحمد لله الابر اير او طبقات الجو العليا مش مسهل ان هو يكون شديد قوي. يعني الامطار اللي حصلت في المملكه العربيه السعوديه واللي بتحصل هناك هي دي نفس الكتل الهوائيه اللي بتعدي البحر الاحمر وبتيجي تضرب سواحل ولا غيرها؟ على السعوديه ده بيبقى جاي من منخفض الهند الموسمي اللي دايما بيأثر على السعوديه وعلى الامطار اللي فيها، لكن حاليا في الخليج بنبقى متأثرين بمنخفض السودان.
ما فيش حاجه ان احنا ننتقل الملابس، احنا زي ما احنا. لا 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 لسه، لا لسه، لا لسه خالص يعني. طيب. ان شاء الله مع دخول مستعجل رسمي فصل الخريف تبدا درجات حراره الدين، بس مش في النهار تبدا تنخفض، وهنبدا ننبه على الساده المشاهدين خاصه اطفالنا لما يجي هذا الوقت الاطفال اللي بيروحوا المدارس، فنبدا نشوف ننبه عليهم تقديم ملابس تدريجيا يعني. جزيل الشكر الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه.